الاكستنسور ريتيناكيولا. طبعا ما بنقولش ريتيناكيولام لانها مش واحد، احنا كنا بنقول فليكسور ريتيناكيولام لانها واحد، لكن الاكستنسور ريتيناكيولا اتنين، في سوبيرو اكستنسور ريتيناكيولام الريتيناكيولا ريتيناكيولام وانفيرو اكستنسور ريتيناكيولام. البوس ريتيناكيولا ده كوندنسيشن من الديب فاشيا على اللور اند اوف ذا ليج والانتيرور بارت او الانتيرور سيرفيس اوف ذا انكل جوينت، يعني اللور بارت اوف ذا ليج والانتيرور سيرفيس اوف ذا انكل جوينت، ده كوندنسيشن من الديب فاشيا او ثيكنينج في الديب فاشيا. السوبيرو اكستنسور ريتيناكولا ده ليه اتاتشمنت هنا اتاتشد تو زي ما احنا شايفين ميديالي، هنا it is attached to the lower part of the anterior border of the tibia، يبقى هنا attached to the lower part of the anterior border of the tibia medially. laterally هنا هو attached to the margin او ال anterior margin of the triangular subcutaneous area of the fibula، يعني من ال anterior lower part of the anterior border of the tibia لل triangular subcutaneous area of the fibula. ده السوبيرو اكستنسور ريتيناكولم. الانفيرو اكستنسور ريتيناكولم ده شكله شكل حرف الواي. المين ستيم هنا ادي هنا شكل حرف الواي. المين ستيم هنا الانتيرو بارت اوف ذا سوبيرو سيرفيس اوف ذا كالكينيوس، المفروض هنا في الكالكينيوس وادي السوبيرو سيرفيس اوف ذا كالكينيوس، يبقى هنا في السوبيرو سيرفيس اوف ذا ايه كالكينيوس. ده بيطلع فرعين للواي، ابر باند ولور باند. الابر باند زي ما احنا شايفين بتمسك هنا في الميديال ماليولس، يبقى هنا الابر باند بتمسك فين؟ في الميديال ايه ماليولس اللي هو الانتيرو مارجن اوف ذا ميديال ايه ماليولس. اللور باند اللي تحت دي فيوز وذ ذا ديب فاشيا اون ذا ميديال سايد اوف ذا سول اوف ذا فوت، اللور باند فيوز وذ ذا ديب فاشيا ان ذا سول اوف ذا فوت، يبقى ده السوبيرو اكستنسور ريتيناكولم. ده الانفيرو اكستنسور ريتيناكولم طلع من السوبيرو سيرفيس اوف ذا كالكينيوس، المين ستيم، الابر باند في الميديال ماليولاس، واللور باند كونتينوس مع الديب فاشيا اوف ذا سول اوف ذا فوت. طبعا الاكستنسور ريتيناكولا ده كيب ذا اكستنسور تندونز، يعني بتخلي الاكستنسور تندونز اللي ماشيين تحتها لازقين في البون، يعني ان كلوز كونتاكت تو ذا بون during movement of the ankle joint، يعني لما تتحرك الانكل جوينت بتخلي التندونز لازقين في الايه في البون، يعني ما يطلعوش بره. ادي السوبيرو اكستنسور ريتيناكولم اهو، وادي الانفيرو اكستنسور ريتيناكولم اهو، ادي شكله الواي شيب، وادي الابر باند، وادي اللور باند، وادي الايه المين ستيم، وادي السوبيرو اكستنسور ايه ريتيناكولم. طبعا ده بقيه الدورسم اوف ذا فوت، ده الاكستنسور ديجيتورم بريفز، ودي اكستنسور هالوسز بريفز، ودي الاكستنسور ديجيتورم لونجس، وده اللي احنا كنا بنقول عليه ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، دول الاكستنسور اكسبانشن اللي هم التندونز اللي احنا كنا بنقول عليهم. وهنا البيج تو ده مالوش اكستنسور اكسبانشن، ده ليه اكستنسور هالوسز لونجس اهو راح للترمينال فلانجيس، واكستنسور هالوسز بريفز راح للايه للبروكسيمال فلانجيس. ادي ده المنظر اهو. بس نرجع تاني، ده سوبيرو اكستنسور ريتيناكولم وده الانفيرو اكستنسور ريتيناكولم زي ما احنا شايفين. المهم في الاكستنسور ريتيناكولم بقى نقول ستراكشرز باسنج ديب تو ذا اكستنسور ريتيناكولم. على فكره الاكستنسور ريتيناكولم ده بيجي في التحرير كتير، هو الفلكسور ريتيناكولم. هنا ترتيب الاستراكشر بنحفظ له جمله ظريفه بنقول من الميديال لللاترال في توم هاز فيري نايس دوج اند بيج. التندونز اللي ماشيه توم اللي هو تيبياليز انتير نمره واحد، هاز اللي هو اكستنسور هالوسز لونجس، فيري انتيرو تيبيال فيسلز، نايس انتيرو تيبيال نير، دوج اللي هو اكستنسور ديجيتورم، بيج اللي هو بيرينياس تيرشس. دول ترتيب الاستراكشر اللي معديين تحت الاكستنسور ريتيناكولم فروم ميديال تو لاترال. توم تيبياليز انتيرور هاز اكستنسور هالوسز لونجس، فيري انتيرو تيبيال فيسلز، نايس انتيرو تيبيال نيرف، دوج اللي هو الاكستنسور ديجيتورم، بيج اللي هو بيرينياس ايه ترشس. دول ترتيب الاستراكشر تحت السوبيرو وتحت الانفيرو اكستنسور ايه ريتيناكولا.